السلام عليكم الخوت، إطلالة جديدة من أحداث الجبال بفيديو جديد يوثق التحدي الصعب على مسافة 54 كيلومتر خلال 16 ساعة، وبالضبط بعدد الخطوات اللي هو 83 ألف خطوة مشيا على الأقدام. المسار كان على مجموعة من القمم، ابتداء من قمة بقرة القلعة للعلو ديال 1721، انتقالا إلى صفيحة الثلج 2038، ثم تيشوكا 1122، ثم قمة العباد اللي هي جديدة 1102، زائد الأقرع 2159، والآخر اللي كان تالوسيس 2005 دالمتر على مستوى سطح البحر. هذا المسار هدايا كان مع مجموعة من الإخوان اللي كانوا يمثلوا الجمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة، وصادف 6 نوفمبر اللي هو مناسبة وطنية عيد مسيرة الخضرة. فيديو جميل، وتعمدت أنايا نخلي فيه الكواليس، يعني أي حاجة اللي جا كيف تصورت بقت طبيعية 100%. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم، وتحياتي لكم، وما تنسوش تشجعونا بالطريقة اللي بغيتو، سواء بأبوني سواء بالمشاهدة سواء بالدعاء، احنا ما عندنا شي مشكل. هادي تبارك الله عليكم، وساعة سعيدة، وتحياتي لكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مع الله 4-5 دقائق احنا وصلنا لبقرار. بقرار الخوت حوالي ساعة و40 دقيقة. أهلا سي عبد الله. والأخ شي شهادة في حق هذا الطلعة. تبارك الله عليك سيدي عبد الله. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك، ربي يخلي الصحة. الله يرحم لك الوالدين. إي والله سي زهير راهو هنايا. تبارك الله عليك سي عبد الله. الله يرحم لك الوالدين. الله يكرمك. آمين، اللهم آمين. الأخ بحرمة ها هو معنا. تحياتي أخي، الله يعطيك الصحة. الله يرحمكم الوالدين. ارحموا عزيز قوم قد دل. والأخ شوف بلاتي، شوف هادشي اللي قال متبقينشي كي انت باغي علينا حنا. قول لهم صباح الخير. تبارك الله على الناس، تبارك الله علينا جميعا، الله يعطينا الصحة والصحة. الله العظيم ها هو حميد ان شاء الله. دابا حنا عملنا حسومي. الله يا ودي غاتشوف راسك دابا حنا في الكواليس. بعد واحد الساعة و40 دقيقة عملنا مشاون نسمي القلعة الأولية، ومشى بإذن الله، والماجي طلب الله يعاوننا عليه يا ربي. السلام عليكم الخوت من جديد. ها هي صفيحة الثلج، وصلنا له في 8 قلقسم، وعملوا الحساب نتوماك عاونونا شوية، الله يرحمكم الوالدين، والحالة ديالنا انتم كنتو تشوفوها وراها مضببة شوية. واخا خي زهير الله يعطيك الخير اخي، ها هو زهير اللي عرضنا على التمر، اللي بغى ياكل تمر مرحبا، صحتكم مجموعين. يلا خير عثمان. يلا بسم الله عبد الله. ثاني قمة زيد، ثاني قمة في اقل من 4 سوايع، صفيحة الثلج، الجو شويش مضبب هنا بزاف، يمكن غطي حشته برد اخي. يلا غادي نشوف بس ماشي برد. يلا صحتنا. يلا وحنا نقولوا له السميقلي، تبارك الله عليكم. السميقلي كيخلي.
زهير على السلامه. السلام عليكم الخوت. احنا يا وصلنا نصفي حاد الثلج. تيسوكا اسمح لي جبل تيسوكا هي مكتوبه خير اسمحوا لي. خطا مطبعي الله يرحمكم الوالدين. عاود يرجعكم عاود جاو السوايع عاود من الورا بزاف. وصلنا في 9 قسمين. وحساب مع راسك وتشوفنا واش التوقيت مزيون ولا ماشي مزيون الله يرضى عليكم. اللي تبارك الله عليكم وتحياتي لكم من القمة تيسوكا. وهالسي عثمان ها هو نوفل نوفل لست تسمح. قل لهم قل لهم شي حاجة خي نوفل الله يرحم يمك. لن نقول إلا ما تقوله الطبيعة استمتعوا. والله والبار تسمح لي هذا ما استمتعوا سي زهير هو انايا الحمد لله على النعمة ديال الصحة والعافية. الحمد لله والشكر لله على النعمة. الحمد لله على نعمه. سعدوا نعم الله لا تحصوها. تقول لنا شي حاجه اخي بحرمه. قول لهم شي كلمه انا عاوده. الحمد لله. قول لهم شي كلمه هذا الناس. القيمه الثالثه ان شاء الله باقينا ثلاثه القمم شويه بشويه درجه بدرجه ان شاء الله. دابا عملنا 50% سيدي عبد الله. كثار 70% عملتي. الله اكبر. وسالينا الا بحالنا دغيا. لا طلق طلق نمشيو بحالنا. الله تعشوا سي عبد الله. السلام عليكم سي بلال. احنا في جامع العبد في 9:57 دقيقة. وحساب مع راسك عمر كالكيلاتوس الله يرحم يمك. ها هو بلال تحية خي بلال تحية. اشتقنا لك اخي. ايوا كيف انتوما مع الاحتفالات الوطنية؟ الله يسخر الله يجيب التيسير. وحنا في جامع العبد كل ساعة الساعة دابا 9:57 دقيقة على ما أعتقد. صافي هكذا تشير الساعة عقارب الساعة. عقارب الساعة أوكي شكرا. أشي هذا هاد جمع العباد هنايا سي زهير. سي بلال تبارك الله عليك أخاي الله يوفق. تحياتي للجميع. أخاي بلال أخاي بلال قول لهم ينوضوا كاملين جالسين. أقول لهم ينوضوا تلقوا راسهم. أه بلال صافي ما زايدينش حنا حدنا هنايا. هنا غادي نبنيو التابولة. رجعت دارنا هذه. ايوا شغل الارض من بلال. الثلوجات لطح علينا ها واخا ما لا تبان شي. الخير اخي. الخير تبارك الله صدفنا واحد الساعه غزاله الحمد لله والشكر لله. الله تبارك الله عليكم ساعه سعيده. زهير وقلنا شنو كي جاك هذا النهار اخي بوحرم ها؟ الحمد لله الثلج هو هذا كنا في البرد قيله دابا الثلج يعني عثمان وصل اربعه سي عبد الحميد اش كيقول هذا النهار اخي؟ اش نقول لك النهار عرفتي بحال اللي ماشيين في جنوب افريقيا اربعه الفصول في نهار واحد هاك اخي صبرني في التصوير نوفل ماشي نوفل اش كتقولنا؟ ماشي فين ما مشى انا سيدي ربي. اول حاجه كنتمناو السلامه سي عبد الله. انا ما يكون غير الخير لا مزيان غير في استغلت هذه الفرصه ريسحوا عاود كاملين. انت التلج فوق راسك عبد الله اخي. فيك في عائله سي عبد الله.
انا قلت لك فيك في عيط انك ترتاح واش الله حاجه كتسميه شعلوا المشهده عبد الله عندك واخا واخا هذه غاشه هذه غوتقه هيا هيا. السلام عليكم الخوت، احنا يا في القرع هو وصلنا مع الجوج النار، هذا التوقيت اللي عملناه هنايا ومسافه الخوت، والاجواء هنا مريحه، البرد البرد الخوت والريح يا الله لو تسمعونا وهذا كنتو تجينا تسمعونا وهذا السلام عليكم. منظر واعر اخي